تعتبر البطاقات الائتمانية بمثابة قرض قصير الأجل، يمكننا استخدامه خلال فترة محددة، وإن لم يتم تسديد المبلغ المستحق قبل انتهاء فترة السماح سيتم فرض معدل ربح على المبلغ المستحق للبطاقة. إيش هي الطرق والخطوات اللي تخلصنا من الديون؟ طبعا عندنا مثال جدا جميل، خلونا نتكلم أكثر عن هالموضوع أكيد مع أستاذ محمد السويد. حياك الله أستاذ محمد. يا هلا والله، حياك الله. هلا وسهلا. أول شيء خلينا قبل ما نبدأ ندخل بالعميق، نبغى نعرف إيش هي أنواع البطاقات الائتمانية. أول شيء خلينا نفهم وش البطاقة الائتمانية، شو الهدف منها. هي يعني أداة، خلينا نقول تمويل مؤقتة وأداة دفع في الغالب، يعني غالب، لأن الشبكة عادة اللي تكون تبع بطاقة التأمين زي فيزا ماستر كارد معترف فيها في العالم كله، تستخدمين البطاقة في أي مكان في العالم وتدفعين عليها، طبعا تدفعين بها طبعا. وهالدفع طبعا فيه له رسوم، بس انه يعني اسهل لك من انك تشيلي شيكات سياحيه زي سابقا كانوا يسوونها، او تحولي من حساب هنا لحساب هناك، او فيعني خلينا نقول مريحه شوي في الدفع. ايضا جيده من ناحيه خلينا نقول قرض مؤقت، لكن علشان يساهم في معالجه التدفقات النقديه اللي انت محتاج لها من شهر الى شهر، راتب عشان تفيدك بشكل مؤقت، لكنها مهب وسيلة جيدة للاقتراض نهائيا، لأن تكلفة الاقتراض بالبطاقة الائتمانية أعلى بكثير من تكلفة الاقتراض العادية. إيش تقصد بالاقتراض؟ إحنا الآن أو الفلوس اللي موجودة بالبطاقة الائتمانية ما يعني صحنا كاش موجود ممكن يستخدم خلال مدة معينة بدون ما تدفعين عليه أي فوائد، مدة شهر مثلا، لكن الغرض من أنه يعني أنه بعد ما تستخدمه وتحتفظ فيه أو أكثر من الشهر المدة المسموحة هذه، إن البنك بيأخذ عليها فوائد. الفوائد هذه يعني خلينا نقول قيمتها أو يعني خلينا نقول مقدارها أعلى بكثير، يمكن 3-4 يوصل إلى 10 أضعاف أو أكثر، يمكن ما أدري يعني على حسب البطاقات، التكلفة اللي عادة تروحين تقترضين فيها قرض شخصي. يعني الـ 1000 ريال اللي بتقترضين بها بالبطاقة الائتمانية ممكن تدفعينها 1500، ممكن تدفعينها حتى 3000 و 4000، تخيلي معي. لأنه يعتمد عليك، هل تبتخلينها معك مدة سنة أو تبتخلين هذا المبلغ مدة 10 سنوات؟ فكل ما تخلينها مدة أطول كما بتدفعين أكثر، في حين أن القرض لا، محدود بمدة معينة، محدود بتكلفة إقراض تكلفة إقراض معينة محددة، فعارفة بالضبط مقدما وش التكلفة اللي موجودة. لكن البطاقة لا، مفتوح لك المجال، وهذا اللي يعني مضر في الغالب يعني. طيب أستاذ محمد، إحنا نعرف أن البرامج فيها البطاقات الائتمانية توفر برامج على أساس يكون في تقسيط ميسر، ودنا نعرف هذه البرامج اللي خاصة بالبطاقة. طبعا لما يقولون تقسيط ميسر هم يقصدون بعد ما يقع الواحد في المشكلة، يعني تراكمت يعني. أنت قربت من المسافة الحين يعني. بالضبط. أنا معك. أنا راح أنت قلبك متروسة، بنخلي لك المجال. فهنا المشكلة يعني بعد المواضيع هذه كلها، بعد ما تتراكم كل الديون، تتراكم القروض، وهذه يعني أنا أشوف يعني هي مفيدة، كويس أن يقدمون القرض الأقساط هذه الميسرة على أساس ينهون الموضوع، لأن القرض حق البطاقة الائتمانية ممكن يستمر معك إلى 10-20 سنة إذا ما دفعتيه، وما عندهم مشكلة لأن في تسهيلات، وفي النهاية هم يأخذون عليها أرباح فوائد. يعني في النهاية إذا ما دفعتي، يعني تكون ماخذة مثلا 1000 ريال، تضطرين إذا استمريتي ما تدفعين إلا الأقل حد معين، ما يعني تضطرين ما تنتهي من الألف ريال هذه إلا بعد يمكن 2-3-4، وبعد ما دفعتي يمكن 3-4000 فوق سددت القرض وارتاح وشريت لك بيت. لا وأبشرك، يوم ما تبغي تقفل الفيزا يقول لك أدفعي رسوم عشان حتدفعي قبل الموعد اللي أنت محددة فيه، أنت دافعة في كل الأحوال. كيف تخلص من دين الفيزا؟ هو بكل بساطة يعني الموضوع ما يحتاج أي تأخير، لازم يعني فيه إذا كان نفس البنك ما يوفر. كلمني بلغة البسيطة أستاذ. نعم، إذا البنك ما يوفر أقساط ميسرة، عشان هو موفر لي أقساط ميسرة، وهذه الفخ الثاني اللي أنا وقعت فيه، تمام؟ ايه؟ وأنا بأمانة شهريا مو قاعدة أحس فيها، يعني 1500 بسيطة قاعدة أسددها. نعم. السليم مو راضي تخلص يا أستاذ. أكيد ما راح. أكيد. والله أكيد ما راح تخلص طبعاً، علشان كذا أفضل شيء، يمكن أفضل وسيلة ممكن واحد يسويها إنه ياخذ قرض شخصي
بأقل تكلفة ممكنة ويسدد كامل البطاقة. متأكد هذا مو فخ ثالث؟ نعم متأكد هذا مو فخ ثالث؟ يعني لو أخذت القرض الشخصي قفلت الفيزا هو هي خلينا نقول انت قبل ان نسميه فخ وعلى اي اساس انت اخذت الفلوس من البدايه شو تستخدمينها فيه والله حتى لو اخذتي قرض عادي يعني ممكن تاخذين قرض منزل طيب قرض يعني بشراء منزل وممكن يكون مو فخ يكون هذا وسيله ادخار وسيله اداره ثروتك والله هم غروني انا فتحت حساب قالوا لي خذي هذه فيزا هديه خليتها في الظرف بعد 3 شهور جيت ابغى اسافر قلت يلا احجز اونلاين وتفتح الباب حجزت اونلاين يعني انا استخدمت الفيزا حجزت اونلاين انا كنت حاسب انا مرتاحه نعم بس طلعت انا مو مرتاحه وخصوصا هم كمان رفعوا لي المبلغ اللي حاطينه في الفيزا مثلا من 15 ل 38 فانا عارف ان انا عندي مثلا مبلغ نعم واصرف يا رؤى والله شوف احنا لازم نرجع نفكر يعني ان هذا اي ريال انا بقترضه او قبل طبعا قبل اي ريال اقترضه اي ريال بصرفه انا وين بيروح على اي اساس وبعدين أبقترض علشان أدفع أبصرف الريال هذا من وين بجيبه وعلي وكم بيكلفني تمام يعني اليوم إحنا في حياتنا في الادخار والأشياء هذه لازم نفكر أن بعد 20-30 سنة لما نتقاعد وش راح يبقى لنا من دخلنا السنوي على أساس يغطي لنا مصاريفنا فإذا كان عندنا ديون بطاقات ائتمانية أو ديون ثانية أعلى من دخلنا فإحنا نكون وقعنا في ورطة صحيح فمن اليوم الواحد لازم يفكر البطاقة الائتمانية إذا كان في عندك مشكلة فيها اليوم لازم تقفلينها اليوم طيب نرجع كيف أقفلها كيف أتخلص من ديون الفيزا هو أفضل يمكن أسرع طريقة أن الواحد يأخذ قرض شخصي عليه يأخذ قرض شخصي بتكاليف أقصر يعني بأقل تكلفة ممكنة اللي هي الفائدة عليه أوكي وبأقل تكلفة ممكنة وخلاص وقفل البطاقة البطاقة ما عاد استخدمها أو ما تستخدم نعم أكيد لازم تقصينا من المقص أصلا من قبل ما أنت تحكينا المفروض قصتها وبعدين جيتي سألتي سؤال محمد كنت أكيد طيب أستاذ محمد إذا إحنا نعرف أنه أي بطاقة ائتمانية ممكن تسبب لنا تعثر على تمويل مستقبلي إذا نبغى ناخذ تمويل مستقبلي نشتري بيت نشتري أي حاجة يعني ممكن أنه لا تخرب علينا إيش الحل؟ اليوم يمكن كثير عنده يمكن اللي عنده بطاقات اليوم أكيد إنه موجود في سمة الآن لأنه تأخر في الدفع الأقساط فالحل بالنسبة اليوم عسنا يطلع من موضوع سمة ويطلع من المشاكل هذه لأن هذه خلاص بتبقى معه صحيح وأيضا بتبقى في تاريخها للأسف يعني لاحظ أن صح أنه ممكن تخلصتي من لو خلصنا حين من البطاقة وسددناها وكلش ولا شيء وصار التاريخ أو الوضع الحالي كويس خارج سمة التاريخ الائتماني حقه بيكون سيء يعني صحيح نوعا ما يعني العواقب جدا سيئة كبطاقة فلما تسألين يعني مثلا طيب الحين قبل أقع في المشكلة هذه يعني شلون أستخدم البطاقة ما أستخدم البطاقة إلا إذا كنت عارف أني بأسددها قبل الوقت اللي يبي مستحق غالبا أنا أستخدم هذا جيت بسافر بستخدم هذا تأخر علي الراتب مثلا ومحتاج فلوس دفعة بدفعها اليوم لكن أنا متأكد أني بدفعها قبل نهاية قبل قصدك كأنه نتسلف منه نتسلف ونرد بالضبط هذا نعم هذا أنا أشوف هذا أفضل استخدام للبطاقة إنه بس تنظيم عملية التدفقات النقدية اللي موجودة كاش فلو أو الشخصية يعني اليوم زي ما إحنا شايفين قاعدين ندفع الأقساط أو الأجار سنوية أو نص سنوية صحيح يأثر هذا على الميزانية على التدفقات النقدية راتبنا كله شهري يمكن ندفع الأثاث حق البيت نغير فيها ونعدل بعض يعني الجهات الضروريات إذا نقدر نقول أستاذ طبعا بكل تأكيد لا على سالفة الضروريات اليوم يعني مهم جدا أن الواحد أو كل أسرة رب أسرة أنه يبدأ يعيد ترتيب أولوياته بالنسبة للمصروف يعني لازم يرتب مصاريف السنوية مش الشهرية يضعها بشكل سنوي أنا المصاريف السنوية هذه كم المفروض تكون موجودة عندي أقارنها بدخلي السنوي كم المفروض لأن في النهاية صح أني أنا طبعا الفترة الجاية تبي ترتفع الأسعار تبي تتعدل تبي يصير في مشاكل يعني صحيح أنا لازم أفكر بعد 20-30 سنة كيف بيكون وضع ثروتي هل بيكون عندي سكن هل دخلي بعد 20 دخل التقاعد هل هو بيغطي مصاريفي بعد 20 سنة وشلون أضع أموال إضافية واستثمر أموال إضافية على أساس أنها
توفر لي دخل، يعني بستخدمها على أساس توفر لي دخل بعد التقاعد بعد 20 سنة، بالإضافة لراتبي التقاعد يتوفر لي دخل كويس يغطي مصاريفي. بس إذا تسمح لي أستاذ محمد، أنا قد صارت لي قصة مع البطاقة الائتمانية. يمكن أنا صار فيني زي ما صار برؤك، أرسلوا لي إياها هدية مع بطاقتي السراب فاستخدمتها، بس أنا استخدمتها استخدام جدا خاطئ. اللي أنا رحت بنفس اليوم صرفت، كان فيها طبعا 10,000 سحبتيها كاش؟ لا مش كاش، ما سحبت، رحت شريت فيها كل شيء أنا أبغاه، واكتشفت أنه أنا خلصت كل المبلغ. هنا إيش صار؟ هنا تراكم علي فسددت، لما سددت وخلصت أنا نسيت أخذ مخالصة، وهذه اللي أنا ما كنت أعرفها. فطحت الفخ أنه ما في مخالصة. تاخذ المخالصة من وين معلش؟ من البنك نفسه. طيب من البنك يكتب لك انه مخالصة، سددت وخلصت، هنا صار في غلط على البنك انهم ما عملوا لي مخالصة. فهنا صارت مشكلة بسيمة. ما قصرتي، دخلت الحين في متاهات الحين اضافة. دخلت بمتاهات ومن يوم ما حرمت انه انا، طبعا هذه نصيحة لكل بنت تشوفني، دخلت بمتاهات يعني طلعت منها بعدين لما اكتشفت انه انا في سمة، مع انه انا مسددة ومخلصة. اللهم مكالمة للبنك، سددت أي. سددتي وين المخالصة؟ أوكي نرسلها. يعني الموضوع كان جدا بسيط وتافه، بس لازم الوحدة تركز. صح. لازم خطير جدا، يعني وجود مرة. تعطي وجود في سمة معناه ما في أي قروض إضافية، خطوط الهاتف ممكن تتعطل، خدمات الهاتف ما تقدرين تقدمي مثلا. انا والله تصدق ما اعرف كيف عرفت ان انا صرت بسيمة، بس نعم. يمكن انفصل عني التليفون، يمكن ما بس انا اكتشفت اكتشاف من جد. ممكن يعني هذه تاثر، ما تقدرين تاخذين الشيء هذا، ممكن ما تقدرين تاخذين القروض المدعومه الان اللي جايه من السكن، ما تاخذين دعم اللي جاي اذا كان عندك مؤسسه مثلا الان تديرينها، مؤسسه صغيره او شيء، ما تقدرين تاخذين قروض المدعومه، ما تقدرين تاخذين. والله انا توبت يا استاذ محمد وقعدت على كذا كل صار في البلاك ليست من جد. الان بنسالك عن العقوبه، الان عقوبه اللي ما سدد البطاقه الائتمانيه ايش راح تكون؟ الكويس ان اليوم العقوبه ما تتجاوز انها تكون في سمة بس، اي لان السابق يمكن كان فيها أكثر من، أعتقد أكثر من سمة، كان في يمكن سجن أو شيء إذا صارت الديون أكثر. أي الكفيل مثلا ممكن يعني لازم تجيب كفلة، الموضوع كانت حكاية سابقا. الحمد لله أنه سمة جتني وبس. كان أنا يعني سمة الآن، بس سمة يعني مدمرة ترى، يعني الحين خاصة إذا الواحد يعتمد على القروض الفترة القادمة، يعني حتى لو سدد اسمه يبقى في سمة، حتى لو صفى كل حاجة، إذا صفى وشلت سويت المخالصة وشلتيها من سمة اللي البلوك، أنا أي شيء جديد ممكن تاخذينه في مالي يظل موجود في الهيستوري، بس في التاريخ حقي. تاريخك أسود يبقى. فيتضر. لا أنا تاريخي والله مش أسود، لا من جد شالوني من سمع، يعني عرفوا إنه القصة 1 2 3 فأنتم لازم تراجعون. صح. يعني لازم إنه ما توقفون عند سالفة وتوقفين عند انتبهي رؤى. لا كويس أنا فيزتي إماراتية مو سعودية، بس برضه أتوقع سمع لها علاقة ببعض ولا لا؟ ما لا ما أعتقد. الحمد لله أشوى طلعت منها. بس ممكن يوقفون في المطار هناك. بس انا ملتزمه بالسداد الحمد لله، يعني ما بس ما اعرف متى اخلص منها، العمر يخلص وهي لسه قاعده، ما اقدر الغيها وانا لسه ما سددتها. صح عفوا ما تقدر، ما اقدر الغي الفيزا اذا انا ما سددتها. هو انا اعتقد بحسب ما تتفاوضين فيه مع البنك غالبا انت ممكن توقفينها، اوقفها وافضل اسدد لها. يعني اذا ما استخدمتيها ممكن، يعني خاصه اذا كنت استخدمتي كامل يعني الحد الائتماني اكيد ما راح تستخدمينه، بس انا قصدي لما توقفينها تطلبين منهم انه يكون فيها اعاده جدوله للديون الخاصه للموضوع. يعني ممكن تتكلمين، يعني غالبا ممكن تتكلم مع البنك، الممثل حق البنك اللي يتعامل معك، وتطلب منه يسوي اعاده جدوله ويسوي لك اعاده جدوله هذه، يعني يشوف قرض، يشوف حاجه يعني يوفرها مباشره. او اذا كان تاخذ قرض ثاني مثلا للسياره للسكن ممكن، أو شخصي عفوا ما له علاقة يعني بالبطاقة، يدخلها في الموضوع هذا وينهيها نهائيا. بس أهم شيء أن نحذر مستقبلا، يعني ما تتكرر ثاني. صحيح.
طيب من ضمن العقوبات بس بتقول ايش هي العقوبات؟ يعني يكفي انه البنك يتصل عليك 4 5 7 10 مرات في اليوم يعني عشان يقول لك الفيزا وبسددي سددي لو سمحتي. تذكير يذكرك الله يجزاه خير احسن ما تروحين سيما وانت ما تدري. ما شاء الله بالعكس ممتاز. والله العظيم والله رحت سيما انا ما نسيت انا بس والله ما ادري كذا اكتشفت فجأة الحمد لله انه عندنا ابشر يعلمنا تعالوا. أستاذ محمد بسألك ساعات بعض يعني الأشخاص يقعون نفسي أقول اللغة العربية الفصحى يقعون فخ إنه البنك ممكن يطلع له بطاقة ائتمانية وهو ما يعرف صحيح. فجأة تتراكم عليه الأشياء. أنا أعرف إنه حتى لو أنت ما استخدمت البطاقة ممكن يصير في نسبة أو في شيء أنت تدفعه على البطاقة رسوم سنوية صحيح. فتتراكم عليك وممكن يكون اسمك بسمة. هذا حصلت الشخص موجود معنا صحيح. وصار أنه فجأة راح يشتري سيارة لقى أنه هو موجود بسمة. إيش الشيء اللي هو يعمله؟ هو ما استخدمها. خليني أشرح النقطة اللي أنت تكلمت عنها. بعض أحيان يسترون بطاقات بدون ما يدري عنها ولا يعرف. أعتقد هذه كانت ممارسة سابقة وكانت في مشكلة بس ما أعتقد أنها راح مفترض أنها ما تتكرر لاحقا أن تستر بطاقة بدون علم الشخص. لكن فرضا يعني صدر او حصل مثل الشيء هذا وصدرت هو بطاقة. حصل ايش يسوي اسمه الان بسمة الان لا قبل لا يدخل في سمة الان من الان ادخل على موقع سمة واشترك عندهم تقدر تاخذ تقرير كل فتره تشتري تقارير من عندهم اعتقد 100 ريال او حدود 12 تقرير مده في السنه سوى التقرير وسوى تاخذ التقرير وتشوف اذا كان وش الوضع الائتماني حقك بالكامل تشوف اذا كان موجود وفي بطاقات ما تدري عنها على طول تبدأ تتابع مع البنك اللي مصدرها. إيش الطريقة اللي يتعامل فيها مع البنك؟ لأن البنك أصدر وصار فيه غرامة وصار سيمة، فإيش الوضع اللي هو يستخدمه مع البنك؟ لازم يعني غالبا إذا كان في ظلم في الموضوع على نفس الشخص يرفع شكوى لمؤسسة النقد على أساس إنه. جميل. بس أنا أنصح في البداية على أساس يطلع من موضوع سيمة إنه يخالصها أو إنه يعني. يحاول يطلع نفسه او شيء من السمة في البداية. كيف يطلع نفسه؟ يدفع ويخلص المواضيع هذه كلها. يعني يحاول يتخلص من الموضوع يشيل اسمه من السمة في البداية أوكي. بس يروح اذا كان يعتقد انه في ظلم عليه. هو في ظلم طلعه غير ما يعرف. يروح يشتكي لا يروح يشتكي على مؤسسة النقد على البنك في مؤسسة النقد. مؤسسة النقد اعتقد تبي تاخذ يعني على كذا الواحد لازم يسوي تشيك على اموره. البنوك لازم تنتبه. انا دائما اسوي تشيك عليه، انا ما اخذ تقارير على موقع سمة. وشيك بشكل مستمر على الوضع الائتماني لانه مهم جدا اعرف وش اللي حاصل. طيب. عندي بطاقه الحين ما استخدمها لكن دفعت الرسوم لاني يعني صح صادره من قبل بس دفعت رسوم على اساس اني اطلع من الموضوع هذا نهائيا. جميل. وابغى الغيها طبعا نهائيا، لكن الفكره ان لازم كل واحد يكون مسؤول عن نفسه وعن القرارات اللي ممكن تطلع له. طيب لو بناخذ منك نصائح اللي لكل شخص حاب انه يطلع بطاقه ائتمانيه خصوصا البنات كثير يلعبوا بالبطاقه. لا والله حريصه انا والله عاقده ترى. والله يعني خلينا نشوف وش الهدف من البطاقه. احنا نستخدمها دائما للدفع خارج السعوديه تحديدا وداخل السعوديه انت استخدمتها للدفع صح يمكن فيها رسوم بسيطه اعتقد على حسب الرسوم الموجوده بس غالبا يكون في نقاط تستفيد منها هدايا او شيء لكن هي كويسه للطوارئ غالبا اذا كنت انا عارف ان عندي دخل جاي بس انا متاخر ومحتاج دفعه او ممكن استخدم البطاقه مسافر ما ابغى اشيل كاش معي مغويسي تحولها فيزا او الماستر كارد او غيره ممتازه جدا الموضوع فهذه الاستخدامات اللي انا اشوفها مناسبه للبطاقه الائتمانيه ابدا ما استخدمها كفرض والالتزام وقت الدفع جدا مهم عفوا رندا لانه يعني في النقطه اللي انت ذكرتها يا استاذ ذكرتها مرتين انا لو اني عارف انه حيجيني راتبي بس راتبي متاخر خليني اصرف من الفيزا ينزل الراتب وما سدد اتهاون شوي صارت عندي فلوس هنا وفلوس هنا عرفتي نعم. فالالتزام انه الواحد يسدد هذه من اهم الاشياء للواحد يعني لا يطمع انه يعني والله 2000 لا ما عليه قفل الفيزا وخلص منها بالضبط في طريقه حلوه يعني في حساباتنا البنكيه اليوم في خدمه ذاتيه للدفع مباشره اول ما تنزل الدفعه المطلوبه تقدر تحط هنا تقول ادفع بالكامل يدفع بالكامل خلاص بدون ما حتى تتأخر طب خليني أسألك سؤال أخير أستاذ محمد هل لازم كل شخص منا عنده بطاقة ائتمانية أنا أشوف ويعرف كيف يستخدمها ولا أنه لا والله هي البطاقة مو بالضروري كل واحد يكون عنده بطاقة ائتمانية بس أنا أشوفها مهمة كويسة لأن هي مفيدة في السفر أساس تدفعين فيها أوكي. لأن لاحظة في فرق بينك تدفع بطاقة ائتمانية وبدين تطبيع أو تدفعي بطاقة الصراف العادية صحيح هذه عليها حماية تأمين اللي هي البطاقة الائتمانية ففرضا
انسرقت البطاقة هذه، بلغي عليها تلغي الموضوع. صحيح. البطاقة يعني في الصراف العادي لا، إذا سرقت وحتى لو استخدمت لاحقا أو استخدمت بدون علمك ما تقدرين أنت تبلغين عنها بنفس الطريقة. البطاقة الائتمانية، البطاقة الائتمانية أيضا أعتقد فيها تأمين حق السفر، فيها تأمين، فيها خدمات. أنا أستخدم واحدة من البطاقة تستخدمها دائما في الصالات حق المطارات مجانا، نستخدم الصالات الخاصة. جميل. ففي خدمات موجودة فيها، في مميزات، بس بالضبط. للي يقدر يسدد كل شهر بالضبط، واللي ما يراكم يراكم فلوس، انه هذه فلوس وهذه فلوس واخرتها بتروح سما اكثر من سما يعني، حتى الواحد ثروته تنتهي يعني. صح. وضع الائتماني يندم. صحيح. يعطيك الف عافيه استاذ محمد، شكرا لك، شكرا لتواجدك اليوم. العفو، حياك الله. خلونا نطلع فاصل، اكيد راجعين مكملين. تابعينا بعد الفاصل، باتريك هيرنينج وحديث خاص حول بلس سايز فاشن.